اسمعوا القرش من جوا الباذنجان دايب ليكو، من برا كريسبي تعقد. حبة باذنجانية كبيرة، شفت هالطريقة وقلت خليني أطبقها. شوفوا شو بتعمل. طحين، فلفل أسود، بهي الطريقة ما أحلى ريحة هالحبقة. فقت الصبح لقيت عندي على البيت. حبتين بيض، رشة فلفل أسود، بصل مجفف، ثوم مجفف، شوية كزبرة، نقطة كمون، فلفل حار مجروش، شوية ملح، شوية حليب، نقطة صغيرة كمان، شوي فلفل حار. أول وجه بعد الطحين بنحطهم بخليط البيض مع البهار. وصلوا الخليط لقلب هالحبال اللي عملناها الباذنجان. فتات الخبز بريد كرامز. ليش البيض؟ لأنه هو الصمغ اللي بيلزق فيه فتات الخبز. ليش الطحين؟ لننشف الباذنجان ليلزق البيض. هاي القصة كلها. زيت حامي نقليها بهي الطريقة هيك. نقليها على ورقة تمشي. هيك بدوها بالشوكة ليستوي كل تستوي كل خطوط الباذنجان بهي الطريقة. إذا ما فردتوها رح تنقلها على بعض، ما رح تستوي، ما رح تطلع كريسبي. بتقدموها كنوع من المقبلات، تحطوا حدا طحينة، سلطة اللي بدكن اياها، حدا السمك المقلي. شوفوا ما أحلاها. رح أعصر ليمون. شوف ما أحلاها. قطعة حار. شوفوا قد إيه كريسبي. اسمعوا القرش. من جوا الباذنجان دايب ليكو، من برا كريسبي تعقد.